السلام عليكم الاخوان، نهاركم مبروك وتحيه لكم وتحيه جميع المغاربه خارج الوطن داخل الوطن. صوره الاخوان بتاريخ 2023 شهر 11 في 23 اخوان، تبارك الله اللهم بارك. اليوم الاخوان غنطرقوا شي حوايج السلعه الاخوان راه ولات قليله بزاف. اول حاجه بالنسبه للناس اللي كتبغي تشوفنا تكون اغلبيه خضراء، راه ما بقاش كاين غير الكحله الاخوان هادو ديال الترقات كما كتشوفوا لي قدامكم. اما الخضراء والمليح راه ما بقاش، الخضره كاينه وكل مليح انواع المليح، الخضره كاينه اللي شويه والمليح راه ما بقاش. تبارك الله اللهم بارك، السلعه مليحه. هذه شحال عطاوك هنا اخويا؟ السلعه مليحه صراحه هذه ديال الترقات. شحال عطاك اخو الرئيس شحال؟ بعتيها؟ راه نشوف البول حافظك وردوا لك 300 الاخوان و27 باش تباع الخير هذا. الله يسهل على مولاها. هاك اخويا سير على الله الاخوان. بسم الله الكحله راه هي اللي كتكون فيها شويه الثمن، الناس كتوخر على حساب كتكون فيها الثمن. هذه حق عليها مولاها يجيبها بكري، ولكن كيجيبها كيخليها كتكحل وكيجيبها كيجيبها بالثمن اكثر. الله يسر على الجميع وتكون معنا فيديو تلخر الاخوان، وما تنساوش تعاونوا معنا بشي لايك الفيديو والمشاركه مع الاخوان ديالكم، خير منكم اي حاجه اخوان، راه خير منكم فعلى بركه الله. المهم الخضره اخوان كما قلنا راه قليله بزاف، وفي المليح راه قليل المليح الاخوان. اللهم بارك وعسى الله، اللهم بارك الاخوان تبارك الله كامل كحله الاخوان. بالنسبه للخضره راه ما بقاش بزاف، تشوفنا اللي كاين كيقلبوا على تشوفنا خضره راه ما بقاش، راه ولات غير الكحله. السبب الاخوان راه هو الحراره ديال العام هذا، كانت حراره بزاف الخضره ما بقاش الاخوان تبارك الله اللهم بارك. شحال عطاك اخو؟ 320 320 اخوان تبارك الله، بحال 16 درهم اللي عاطينه تبارك الله اللهم بارك. الرئيس انت كي داير؟ هاني لبس عليك، هاني الله يكبر بك. اليوم بحال الخضره ما دخلش بزاف، تشوفنا داكشي ما دخلاش بقات ولا كيفاه؟ الله اعلم، واه حنا نقول الله اعلم. داكشي اللي كاين قال يبوك بار مات مات قال لي اصبا ومات. انا عارف والحمد لله. دابا حنا درنا في السوق وشفنا، لكن دوك على السوق درنا ما كاينش الخضره داكشي بزاف، داكشي اللي كاين. لكن شوف في السوق الحراره هي داكشي اللي كاين، سولناهم قال لك الحراره على الحسابات. تبارك الله اللهم بارك والحمد لله. الحمد لله ونشكره، الاسباب راه كاينه بزاف زعما ندوي عليها، هي بزاف الاسباب ديال الغله بعدا. اول حاجه بزاف كاينه الاخوان ندوي ونكون واقعيين، منها السمساره ومنها القنوات الاخوان، راه انا مصور انا منهم كنقول الحقيقه الكلمه حق نقولها الاخوان. اسباب بزاف ديال الغله، منها اول حاجه قلت الانتاج والاخوان، وكاين منها السمسار شي كيزيد على شي. حنا السلعه كنا ناخذوها غير ب 150 160، صباح كيصبح تقول لنا السيد فلان عطاني زادني فلان، كناخذوها من الجنان والله لا من الجنان، اقسم بالله الاخوان لا من الجنان. وزد علينا الاخوان عاوتاني القنوات، كاين اللي ما عنده الميدان ما عارف ليه حتى حاجه وكيتم جاي غير يصور وصافي، كي يصور ما عارف شي حاجه، كيصور السلعه ماشي بحال السلعه. دابا كيصور السلعه كيقول لي هو هاد السلعه مليحه، تبارك الله المليح راه باين الاخوان، راه مليح بحقه راه باين، والنواحي راه باينه. كاين نواحي اخرى راه كاينه غير 250 260، ولكن راه قاد الجوده في المليح في الكاليتي وسلعه البلاد بلديه ما مخلطه ما حتى شي حاجه، يعني سلعه البلاد تبارك الله اللهم بارك. وما ننساش الاخوان تعاونونا بشي لايك الفيديو وشي مشاركه مع الاخوان ديالكم اللي على خاطركم. الحمد لله كعارفين عليا الاخوان كما كتعرفوا عليا، كاين المعقول داكشي اللي كاين راه نقولها الاخوان، كلمه الحق راه نقولها في خاطركم فخوك قولها الاخوان. الله يسر الجميع تبارك الله يا اخوان. اللهم بارك على السلعه، شي حاجه طوب الاخوان تبارك الله، ديال الطحين هذه اللي بغى يطحن اللهم بارك. خويا الخضره فيها قليله الاخوان تبارك الله راه مليح اللهم بارك. كاريتي تبارك الله، سلعه اللهم بارك الاخوان تبارك الله. شحال عطاوها السلعه عطينو؟ 310 الاخوان اللهم بارك. هذا اللي بغى يطحن الاخوان، اللي بغى الزيت. مرقده منين هذه يا ولد الحاج؟ مرقده منين؟ من هنا زناده تبارك الله اللهم بارك. المليح الاخوان ديال الزيتون تبارك الله. بالنسبه للخضره الاخوان كما قلنا راه قليله الاخوان، راه ما بقاش السلعه اللي تحمر تبارك الله الوجه راه ما بقاش. دابا الناس قضوا الغراض، دابا الناس اللي فازوا هما اللي طحنوا الاولين في الوسط، هما اللي كيتوخروا الاخوان كما الحق راه نقولها، اللي كيتوخروا كيديو ديك الزيت اللي هي عيانه اللي كتسيب الاخر الزيت الاخر كيبقى كيدير الكحله كامله. ياك هذه مليحه، لا هذه مليحه، كاين بقى بعد الناس عندهم الخير هذا. تبارك الله. 300 ها؟ هي تبارك الله. وخا دابا تبان لك تبان لك حمراء هذه باقا من الداخل. باقا من الداخل الخضراء. باقا بيضاء. تبارك الله. اللهم بارك. الحمد لله. سعيد اش عطاوك؟ خير على الله. شحال تبيعات اخويا؟ شحال دازت؟ 315 315 اخويا.
الله يسهل عليك. سلعة زوينة صراحة هذي. شنو البون الله يتوب عليك. المليحة الاخوان صراحة هذي ديال اللي بغى يطحن اللهم بارك. البون ديالها سي عبد الرحيم. ها هي اخوان 315 سلعة ولكن راه سلعة مليحة ومزيتة. مرقد مين اخويا مرقد انا؟ ماعرفش باينة الاخوان لا 315. الله يسهل عليك. هذي الاخوان مليحة هذي اللي بغى يطحن. خويا تبان لك الاخوان من هنايا من الداخل. هذه راه باقا بيضاء هذه قال هذه راه باقا بيضاء الاخوان شي انتم الاخوان الداخره باقا بيضاء تبارك الله خايبه هذيك تكون كحله بزاف تكون ديال الترقاد وكيطحن هذيك هي الخايبه الاخوان والله يسهل يا سي عبد الزيت تبارك الله يا اخوان الله يسهل عليك زيته سير الله يسخر تبارك الله يا اخوان اللهم بارك وحسبي على اللهم بارك الاخوان بس كما قلنا الاخوان الخضراء هذه اللي تو تكون كامله خضراء وفيها غالب الخضراء هو رقليه هذه السلعه تبارك الله اللهم بارك كما كتشوف السلعه مليحه هذه الله يبارك او معنا نعرفوا الثمن ديال الخير هذا شحال عطاك اود الحاج 315 315 شحال قلت لهم انت اخويا 320 320 معك 2 على 5 315 الاخوان تبارك الله مرقد منين هذه اود الحاج الشرقي الشرقي تبارك الله اللهم بارك لا غير قضي الغرض ما غاتبانيش كنشدها جهه اخرى الاخوان اللهم بارك السلعة كديرة سلعة مليحة اخوان الله بالنسبة للخضراء ما بقاش بزاف قليلة بزاف دابا الكحلة هذه تبارك الله اللهم بارك عطاو 320 الاخوان 325 قال لهم 340 تبارك الله اللهم بارك كاين ثمن صراحة الاخوان بزاف فكرة المليح عمر عمر لك شي بيت عمر عبد الرحيم تسنى تنسالي 330 حيد حيد الله يربح على عمرك 330 خليك خلي الله يسالي تبا خلي خلي الله يربح انا اللي بعت سير الله يسهل عليك تبعت للسيد هذا 330 الاخوان 330 هذيك راك عارف الاخوان ديال الترقات كيكون شويه غالي هذه اما الثوب نار كيكون شويه 300 جات 300 وقليله الاخوان ما بقاش بالنسبه للخضره راه ما بقاش كيسولوا على الخضره راه ما بقاش بقات هذه الكحله هذه وتكون ثلثه هي اللي كاين تبارك الله اللهم بارك تبارك الله الاخوان اللهم بارك على السلعه مليحه اللهم بارك تبارك الله 310 اللي عطاو الاخوان تبارك الله سير عمر اللهم بارك السلعه مليحه شحال عطاك يا خويا شحال عطاك 310 تبارك الله والله سيدي ما نفعلو مليحه صراحه الاخوان وكاليتي اللهم بارك والله سيدي ما سير السلعه زين تبارك الله هذه راه السوق دابا كامله تبارك الله السلعه مليحه 15 ونص 15 ونص الاخوان تبارك الله سير سير اللهم بارك السلعه ديالك سير سير احنا هضرنا ما كاينش تحكري سي عمر تلاقى مع صاحبك تلاقى مع الله يسر لي خليه توا يقضي الغرض راه الثومه كاينه شويه رجع البركه عطاو اخوان 310 وما قانعش فادين هذيك ياخذوها يعزلوها يا اخوان يعزلوها وبيعوها حبك غليظ تبارك الله اللهم بارك المرقد ديالها منين هذه يا ابو الحاج وريت المرقد ديالها منين الغابه الغابه الوناس تبارك الله ديال الوناس واش عطاوك شحال الناس تبارك الله اللهم بارك عطاو 310 قال لهم 320 قالت بلا شي قال 320 اخوان بحال هذا 10 درهم واصلوا معاه عطاو 15 15 دابا تبارك الله سلعة قليلة الاخوان ولا قليلة دابا هذا شي الثمن دابا هو اللي كاين تبارك الله عطاه اخوان 315 وما قنعش قال لي 320 سير بركة سير او سيدي عمر لي عطاه 15 سير بركة هيدا مولاي جديد هيدا هيدا خلي الله يسخر لي الله يسخر لي عرفت البول الله يكبر بك اصاحبي خلي الله يسهل عليك واش كنت غدا راه شنو سير انا جابوا لي سير 315 الاخوان صافي خلي سير الله يسهل عليك خلي الله يربحوا تو خلي سير الله سير 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 315 والله ما بغى لي اخوان خلي خلي سير الله يسهل سير الله يسخرك ديالك ما هذيك سير الله يلا حنا نبيعو كاع يا ودي الصحبه يا ودي عمرتي سير 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 الله يسخرك البون اخويا فين ورا البون سير سير تبارك الله يا اخوان اللهم بارك السلعه مليحه يا اخوان ديال الترقاد هذه اللهم بارك تبارك الله حبه غليظ تبارك الله وزينه
يعني هذا 330 يا اخو اللهم بارك تبارك الله. شحال قال لكم هو السيد؟ 340. سير خلي السيد الله يربح وخليها الغار المرة. الله تبارك الله. اللهم بارك الله على اخوان 330 تبارك الله. شويه ولد عمرو حمد. كاين السوم 330 وما قنعش يا اخوان. اللهم بارك تبارك الله. هي سلعة زوينة صراحة ومليحة تبارك الله وغليظة الاخوان. ما قنعش. الله يحسن العوان. ها؟ اي اللي بغى يرقد. اي راه كحله تبارك الله كامله كحله اللي بغى يرقد تبارك الله كامله كحله ومعذوره تبارك الله اللهم بارك الله يسر لي سير الله يسر